السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، طلبة الساعات المعتمدة، الفرقة الثالثة، مادة المالية العامة. معاكم دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، وهتكلم في المحاضرة الخامسة النهاردة عن الموازنة العامة للدولة، الفصل الرابع، وهو الموازنة العامة للدولة. يبقى الفصل الرابع اسمه الموازنة العامة للدولة في مصر. طيب تعالوا نعرف يعني ايه موازنة عامة للدولة. الموازنة العامة للدولة عرفها في قانون للموازنة اسمه القانون رقم 53 لسنة 73، والقانون ده اتعدل كذا مرة بس هو لسه من سنة كام؟ 73. عرف الموازنة بأنها إيه؟ البرنامج المالي للخطة، يعني في خطة الحكومة هتنفذها والموازنة بتعبر عن التمويل بتاعها، البرنامج المالي للخطة، عن سنة مالية مقبلة، يعني سنة لسه جاية. يبقى الموازنة بتتعمل أول قبل السنة ما تبتدي، يبقى بتتعمل عن سنة إيه؟ مالية مقبلة. ليه؟ عشان لتحقيق أهداف إيه؟ محددة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة. ده تعريف القانون رقم 53 لسنة 73. الموازنة تصدر الموازنة عن سنة مالية تبدأ في إيه؟ في أول يوليو، يعني بتبتدي من 1/7، من 1/7 تنتهي في اخر يونيو من العام التالي. يعني يقول لك الموازنه الماليه مثلا ايه 17 18، يعني ايه 2017 2018، يعني تبتدي في 1/7/2017 وتنتهي في 30/6/2018. يقول لك السنه دي احنا في سنه 2020، فشغالين بالموازنه بتاعت موازنه 19 20. موازنة 19 20 يعني اللي بدأت في 1/7 سنة 2019 وهتنتهي في 30/6/2020 السنة دي. طيب الموازنة لها تعريف تاني اسمه تقدير. يبقى الموازنة تقدير مفصل ومعتمد. يبقى تقدير، يبقى الأرقام اللي في الموازنة أرقام تقديرية مقدرينها للسنة الجاية، مقدرين مصاريفنا بالسنة الجاية إيه. مفصل يعني بالتفصيل، ومعتمد يعني موافق عليه من السلطة التشريعية اللي هي مجلس النواب. لإيه؟ للنفقات العامة، الفلوس اللي الحكومة هتصرفها، والإيرادات الإيه؟ العامة هتجيب فلوس منين؟ عن فترة مالية مالها؟ مقبلة، لسه هتيجي، غالبا ما تكون سنة. يبقى الموازنة العامة للدولة باختصار هي إيه؟ الموازنة العامة للدولة هي باختصار تقدير للسنة الجاية، الحكومة هتصرف قد إيه؟ وهتجيب فلوس قد إيه؟ يبقى الحكومة بتقدر في بداية السنة، أنا السنة الجاية هصرف 100 جنيه. طيب هيجي لي 80، دي إيرادات، يبقى الإيرادات 80 والمصروفات 100، يبقى في عجز 20، همويه إزاي؟ هقترض، هعمل إيه؟ القصة دي. يبقى الموازنة العامة للدولة تقدير للسنة اللي جاية أو سنة مالية مقبلة لإيرادات ونفقات العامة للدولة. طيب إيه بقى؟ هنقول الفرق بين الموازنة وبعض المصطلحات الأخرى زي إيه؟ في فرق بين الموازنة العامة للدولة اسمها البابليك بادجت، الموازنة العامة، والميزانية العمومية للمنشآت، البالانس شيت. البالانس شيت الميزانية اللي أنت تعملها في المحاسبة. الفرق بين الميزانية والموازنة؟ تعالوا نشوف. بيقول لك الميزانية العمومية دي اللي هي البالانس شيت هي بيان يصور المركز المالي. المركز المالي يعني ما للمنشأة وما عليها، أصولها وخصومها للمنشأة في تاريخ محدد. يقول لك الموازنة الميزانية في 30/6، الميزانية في 31/12، يبقى هي بتبين المركز المالي ما على المنشأة وما لها في تاريخ محدد. ايه ده، في ناقص ياء في كلمة التاريخ. طيب هو نهاية السنة المالية للمنشأة، نهاية السنة الإيه؟ المالية. يبقى الميزانية بتصور المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد، وعلى هذا الأساس فهي تتضمن أرقام فعلية. يبقى الموازنة الميزانية، سوري، الميزانية اللي هي البالانس شيت أرقامها فعلية، أرقام الأصول والخصوم وحق ملكية أرقام فعلية في التاريخ ده.
كما تشتمل على أرصدة الإيه؟ الأصول يعني اللي موجودات والالتزامات اللي هي اللي علينا، تمام؟ لكن الموازنة العامة بقى للدولة أرقام تقديرية لإيرادات ونفقات مين؟ الدولة عن سنة مالية إيه؟ مقبلة، وبالتالي أرقامها تقديرية، يعني الأرقام دي أنا متوقع أصرف كذا، ممكن الرقم ده يطلع أقل أو أكتر من اللي أنا مقدره، الرقم الفعلي يعني. طيب إيه الفرق بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي الفاينل أكاونت؟ إيه الحساب الختامي ده؟ إحنا عارفين إن الموازنة قبل السنة ما تبتدي في 1/7 بنبقى مجهزين الموازنة بتاعة السنة اللي جاية أرقام تقديرية، بعد السنة ما تخلص بنشوف الأرقام الفعلية اللي حصلت، أرقام الإيرادات اللي الدولة حصلتها فعليا وأرقام النفقات اللي أنفقتها فعليا، وتتحط في شكل حساب كده، هو ده اسمه الحساب الختامي أو الفاينل أكاونت. يبقى الفاينل أكاونت دوت عبارة بيتضمن النفقات العامة التي أنفقت بالفعل، مش التقديرية بقى، والإيرادات العامة التي حصلت بالفعل خلال فترة مالية منتهية، السنة اللي عدت غالبا ما تكون سنة. يبقى الحساب الختامي بيعد بعد السنة المالية ما تخلص عشان نشوف الأرقام الفعلية، لكن الموازنة بتبقى قبل السنة ما تبتدي. لذلك فالاختلاف الأساسي يتمثل في أن الموازنة العامة تتضمن أرقاما تقديرية، بينما يتضمن الحساب الختامي أرقاما حقيقية فعلية. طيب ويلاحظ أن لكل موازنة حساب إيه؟ ختامي. يبقى كل سنة مالية لها موازنة بتتحط قبل السنة ما تبتدي، ولها حساب ختامي بيبقى بعد السنة ما تبتدي. ده الفرق بين الموازنة والحساب الختامي. طب تعالوا نشوف الجهات التي تشملها الموازنة العامة في مصر. يعني ايه الجهات اللي يعني الحكومة؟ في جهات، في وزارات وحكومات وهيئات اقتصادية وجامعة. ايه الجهات اللي داخلة في الموازنة العامة للدولة؟ الجهات الداخلة. طيب أول حاجة بتخش في الموازنة بتدخل فيها الجهاز الإداري للدولة. إيه الجهاز الإداري؟ يشمل الوزارات ورئاسة الجمهورية. يعني رئاسة الجمهورية بكل مصاريفها داخلة وإيرادات داخلة في الموازنة، وجميع الوزارات بقى ورئيس الوزراء بالوزارة المالية والتخطيط والصحة والتعليم، كل الوزارات ده اسمه الجهاز الإداري. يبقى الوزارات ورئاسة الجمهورية ده اسمه الجهاز الإداري للدولة. الجهة الثانية اللي بتدخل في الموازنة وحدات الإدارة المحلية. الإدارة المحلية اللي هي دواوين عموم المحافظات والمديريات، يعني في كل محافظة يقول لك في مديرية وفيه دواوين عموم المحافظة، يقول لك ديوان عام المحافظة. فالوحدات الإدارة المحلية المحافظات والأحياء والكلام دي داخلة فين؟ في موازنة الدولة. طيب ايه كمان؟ في حاجة اسمها الهيئات العامة الخدمية. الهيئات العامة الخدمية مثلا زي جامعة عين شمس، الجامعات. الجامعات دي موازنتها جزء من موازنة الدولة. مرتباتنا في الجامعة بتيجي منين؟ من الموازنة بتاع الدولة، والفلوس اللي احنا بنحصلها في الجامعة بنديها للدولة. يبقى احنا هيئة خدمية لا نهدف الى الربح. زي برضو المراكز البحثية والجامعات والمستشفيات الجامعية. المستشفى الجامعي مثلا مستشفى النمرداش، دي مصاريفها وإيرادات طبعا الموازنة العامة للدولة. مستشفى القصر العيني طبعا الايه، وهكذا. المستشفيات الجامعية داخلة في الهيئات اللي يبقى دول الجهات اللي داخلة في الموازنة. طب في جهات تانية ما بتدخلش في الموازنة؟ في حاجة، يبقى دول كده اللي هم الداخلين في الموازنة. في حاجة اسمها الهيئات العامة الاقتصادية. في عندنا في مصر 51 هيئة عامة، منهم على سبيل المثال الهيئة العامة لقناة السويس والبنك المركزي والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة لسكك حديد مصر. في 51 هيئة اقتصادية. الهيئات الاقتصادية ديت لها موازنة مستقلة. يعني ايه موازنة مستقلة؟ يعني مش بتدي ايراداتها للحكومة وتاخد نفقاتها من الحكومة، لا، هي بتحصل ايراداتها وبتصرف مصروفاتها، والفرق بين ايراداتها ونفقاتها يا اما يبقى فائض او عجز. لو عندها فائض بتديه لمين؟ للموازنه، ولو عندها عجز بتاخده منين؟ من الموازنه. حلو قوي. وفي حاجه تاني اسمها صناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي، اللي هي الحسابات والصناديق الخاصه. في صناديق خاصه في الجهات الحكوميه، يقول لك صندوق خاص، الايرادات بتاعته الفلوس بتاعته مش بتروح موازنه الدوله، الايرادات بتاعته بتروح الصندوق ده، وبيصرفوا منه على نفقات معينه مش تابعه للموازنه.
يبقى الحاجتين دول، الهيئات الاقتصادية والصناديق ذات الطابع الخاص، دول لهم موازنات مستقلة ليست جزء من الموازنة العامة للدولة. طب ايه علاقتها بالموازنة العامة للدولة؟ الفائض او العجز. بص كده، الهيئات الاقتصادية ديت بتاخد الفائض بتاعها من الموازنة، زي مثلا ايه؟ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اتحاد الإذاعة والتلفزيون ده بيخسر، بيصرف مصروفات كتير جدا وإيراداته قليلة، فيقول للموازنة هاتي، يبقى ندفع احنا ضرائب والتلفزيون ياخد. طيب لو حصل عندهم هيئة زي قناة السويس، هيئة بتحقق فائض، يعني هيئة قناة السويس بيجي لها فلوس كتير ومصروفاتها قليلة، فإيراداتها أكبر من نفقاتها، فبتحقق فائض. الفائض ده بيروح فين؟ بيروح الموازنة العامة للدولة، يبقى هي بتدي الفائض، ولو فيها عجز بيه بتاخده. طبعا ال 51 هيئة دول تقريبا كلهم بيحققوا عجز، ما عدا هيئتين ثلاثة اللي هم هيئة قناة السويس والبنك المركزي، ودلوقتي الهيئة العامة للبترول، يعني اللي هم بيجيبوا فلوس والباقي بيخسر، زي هيئة السكة الحديد طبعا بتخسر لأن نفقاتها أعلى من إيراداتها، وهيئة الإذاعة والتلفزيون وبعض الهيئات الأخرى. برضو نفس الكلام صناديق ذات الطابع الخاص، اللي هي الصناديق والحسابات الخاصة. طب تعالوا نشوف الموازنة بتتعاد ازاي. المراحل الأساسية للموازنة العامة للدولة، أول مرحلة مرحلة الإعداد، يعني مين اللي بيقدر النفقات والإيرادات ويقعد يحسب؟ السلطة التنفيذية. مين السلطة التنفيذية؟ الحكومة. مين في الحكومة؟ وزارة المالية. مين اللي بيعد الموازنة؟ وزارة الإيه؟ يبقى وزارة المالية هي المسؤولة عن إعداد الموازنة باعتبارها سلطة تنفيذية. يعني إعدادها يعني إيه؟ مين اللي بيقعد يحسب الأجور الجاية قد إيه؟ السنة الجاية قد إيه؟ والدعم قد إيه؟ والفوائد قد إيه؟ اللي هي السلطة التنفيذية، اللي هي الحكومة. مين في الحكومة؟ وزارة المالية. طيب في حاجة تاني، مرحلة الاعتماد. المرحلة التانية يعني إيه نعتمدها؟ يعني نوافق عليها. مين اللي بيوافق عليها؟ السلطة التشريعية. مين السلطة التشريعية؟ اللي هو مجلس النواب، مجلس الإيه؟ مجلس الشعب، بيقعدوا كده يتناقشوا في الموازنة ويقولوا احنا السنة دي هنصرف ايه، كم مليار، وهنجيبهم منين، ويتخانقوا شوية مع بعض، وفي الاخر بيوافقوا على الايه، على الموازنة اللي بتقدمها لهم مين؟ وزارة المالية. بتعمل الموازنة وتعدها، وبعدين تعرضها على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء بقى يعني يقعد الوزراء يتخانقوا مع بعض على الفلوس، فيحكم بينهم رئيس الوزراء. بعد ما مجلس الوزراء يوافق عليها، يبعتوها لمجلس الشعب عشان يمضي عليها، يختم بقى، يعني يبصم كده يقول انا موافق على الموازنه دي. يقعدوا يناقشوها. طبعا من حق مجلس النواب انه ينقل من باب لباب، يقول لك لا احنا زود التعليم شويه، لا قلل الصحه شويه، هات من هنا حط هنا. ده مرحله الاعتماد، يعني الموافقه، يدي الابروف دي، يعني خلاص احنا هنوافق على الموازنه دي. يبقى الموازنه ما ينفعش ان هي تتنفذ الا لما يوافق عليها مجلس الايه؟ الشعب. اللي هو مين في مجلس الشعب؟ بيعدها في حاجه اسمها لجنه الخطه والموازنه. لجنه الخطه والموازنه اللي هو طبعا رئيس اللجنه دي هو الاستاذ الدكتور حسين عيسى، استاذ المحاسبه بكليه عندنا بكليه التجاره جامعه عين شمس. الاستاذ دكتور حسين عيسى هو رئيس لجنه الخطه والموازنه، يعني هو اللي بيعتمد ويوافق على الموازنه العامه للدوله، وكان رئيس جامعه عين شمس السابق او سابقا. المرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة التنفيذ، يعني مين بقى اللي بيصرف المصروفات وبيجمع الإيرادات؟ برضو السلطة التنفيذية اللي هي الحكومات بقى، الوزارات دي بقى، الوزارات كلها المختلفة اللي بتصرف الإيه؟ كل الجهات الحكومية إيه؟ بتنفذ. يبقى ثلاث مراحل أساسية لعدد الموازنة: تنفيذ واعتماد، سوري، إعداد واعتماد وتنفيذ. دي المراحل الأساسية للموازنة العامة للدولة. طيب تعال نشوف ايه الجهات الفاعلة في الموازنة العامة، يعني ايه الجهات اللي لها علاقة بالموازنة. اول حاجة وزارة المالية. ايه وزارة المالية بتعمل ايه في الموازنة؟ رقم واحد، بتعمل اعداد مشروع الموازنة. يعني ايه مشروع الموازنة؟ يعني بتقدر النفقات والايرادات في الاول، وبيقسمها مشروع الموازنة. ليه؟ لان لسه مجلس الشعب ما وافقش عليها، قبل ما يوافق عليها اسمها مشروع الموازنة. تبقى اسمها موازنة امتى؟ لما مجلس الشعب يوافق عليها. يبقى هي بتعمل اول حاجة اعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس النواب لاعتماده. الحاجة التانية اللي بتعملها وزارة المالية اعداد قوانين ربط الحسابات الختامية. الحساب الختامي والقانون بتاعه مين اللي بيعمله؟ بتعمله وزارة المالية. الحاجة التالتة، اصدار
تقارير ربع سنوية لمتابعة الأداء المالي. التقارير السنوية ديت كل ربع سنة 3 شهور كده تطلع تقارير تقول ايه الإيرادات ماشية ازاي، حصلنا قد ايه والنفقات قد ايه. طيب الوزارة التانية اللي لها علاقة بالموازنة العامة وزارة التخطيط. وزارة التخطيط طبعا لها علاقة بالباب السادس من الموازنة اللي هو الاستثمارات، بتقوم بإعداد مشروع الموازنة الاستثمارية، هي الحاجات اللي هي خاصة بالاستثمار بس، تمام، والتنسيق مع وزارة المالية تمهيدا لإصدار قانون ربط المالية. يبقى الباب السادس من الموازنة، من النفقات بتاع الموازنة، هو اللي هي الاستثمارات، بتنسق بيها وزارة التخطيط. طيب نشوف مجلس النواب بيعمل ايه، ايه علاقته بالموازنة؟ مش قلنا بيعتمد الموازنة؟ يبقى أول حاجة بيعملها إقرار مشروع الموازنة وإجراء تعديلات على اعتمادات بعض الجهات، يعني بيوافق على الموازنة وممكن يعدل في الاعتمادات ديت، يشيل ده يزود ده الكلام ده. الحاجة التانية حق المجلس في إقرار الاعتمادات المالية الإضافية خلال العام المالي، يعني خلال السنة المالية لو حطوا رقم معين مثلا للنفقات وجم حبوا يزودوه، يبقى حق مجلس الشعب خلال السنة ان هو يعتمد ده. انا يعني مثلا زي دلوقتي الحكومة حاطة خطة لمواجهة فيروس كورونا بحوالي 100 مليار جنيه، طيب ده ما كناش عاملين حسابه في اول السنة لما عملنا الموازنة، يبقى يرجع لمجلس النواب ولازم يوافق على المبلغ دوت لمواجهة الظروف الطريقة دي. عندنا الجهاز المركزي للمحاسبات بيعمل ايه بقى؟ ده بيراقب على الموازنة بعد ما يتصرف، يبقى ده بيعمل فحص وتدقيق المالي لنتائج تنفيذ موازنة الجهاز، بيجي بعد الموازنة ما تتنفذ ويجي يراجع الحسابات، صرفتوا الفلوس فين؟ والفلوس اللي صرفتوها دي صرفت في الغرض المحدد له أم صرفت في غير الغرض المحدد له؟ وبيعمل تقارير محاسبية عن نتائج تنفيذ الموازنة والحسابات الختامية، يبقى ده جهة رقابية بيتأكد إن الإيرادات اتجمعت صح والمصروفات اتصرفت صح، تمام، طبقا للقوانين واللوائح. يبقى دي الجهات اللي لها علاقة بالموازنة العامة للدولة. نيجي نشوف الموازنة لها قواعد، لها 5 قواعد أساسية. في حاجة اسمها قاعدة السنوية، يعني ايه السنوية؟ يعني الموازنة العامة للدولة تعد عن سنة مقبلة، سنة قدام، عشان كده سنوية. ليه؟ لا تعد الموازنة عن فترة لا أقل من السنة ولا أكتر من السنة. ليه؟ يعني ليه تعد الموازنة عن سنة تغطي السنة؟ لأن أولا لو زادت عن سنة صعب نقدر للسنين الجاية، لأن بتحصل الموازنة أرقامها تقديرية، ولو عملنا موازنة للسنتين 3 جايين ممكن تحصل ظروف إحنا مش متوقعينها، زي قلنا موضوع الفيروس كورونا ده، مصاريف دخلت كده 100 مليار فجأة كده. يبقى قاعدة السنوية تقضي بأن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها عن سنة مقبلة، ليس أكثر من سنة ولا أقل من سنة، لأن هي لو أقل من سنة الموازنة بتاخد شغل كتير وإعداد ومراحل واعتماد وتنفيذ، هنقعد كل القصة دي نعملها كل شوية فيبقى صعب، وصعب عشان أكثر من سنة يبقى برضو صعب، لأن إحنا يصعب التنبؤ بالمستقبل. القاعدة الثانية قاعدة الوحدة، معناها إيه؟ أن جميع النفقات العامة وجميع الإيرادات العامة تدرج في وثيقة واحدة هي الموازنة، يعني كل الفلوس في متسجلة وكل الإيرادات والنفقات متسجلة في وثيقة واحدة، واحدة في وهي الموازنة، يعني مفيش وثيقة للإيرادات ووثيقة للنفقات، هي وثيقة واحدة فيها جانب للإيرادات وجانب للنفقات. القاعدة الثالثة قاعدة العمومية، والعمومية معناها إيه؟ تقضي بأن تدرك في الموازنة العامة كافة الإيرادات والنفقات العامة مهما قل حجمها دون إجراء مقاصة بينها، يعني كل الفلوس الإيرادات تيجي تدخل الموازنة العامة وبعدين نطلع منها النفقات، مفيش جهة تعمل مقاصة، مقاصة يعني تخصم نفقاتها من إيراداتها، لا الفلوس اللي تجيلك هاتهالي ولما تاخد أنت مصروف أنا بأديك، هو كده. وإذا عندنا مثلا كلية التجارة كل يوم الفلوس اللي في الكلية أو الجهات الحكومية بتحصلها بتوردها في نفس اليوم لوزارة المالية، لازم تتورد في نفس اليوم، ولما يجي بقى الصرف نبقى ناخد من وزارة الإيه؟ يبقى مفيش جهة تعمل مقصة بين إيراداتها ونفقاتها. القاعدة الرابعة قاعدة عدم التخصيص، يعني إيه؟ يعني والله ما نقولش الفلوس اللي جاية من الجامعات نخليها للجامعات، والفلوس اللي جاية من قناة السويس تبقى بتاع قناة السويس، لا حط الفلوس كلها على بعضها وبعدين نطلع منها على بعضها. يبقى تخصيص معناها عدم تخصيص إيراد معين لسداد إنفاق معين،
وإنما تواجه كل الإيرادات بكل النفقات. والقاعدة الخامسة والأخيرة هي قاعدة التوازن، يعني الموازنة العامة لابد أن تتوازن. تتوازن يعني لازم النفقات اللي هتتصرف تتمول. طب لو الإيرادات العامة لم تكفي لتغطية النفقات العامة، يبقى الحكومة لابد أن تقترض حتى تعادل أو توازن عشان الموازنة، عشان كده اسمها موازنة، بالانس يعني بادجت متوازنة، لازم جانب الموارد يساوي جانب الاستخدامات. طب لو حصل عجز، يبقى لابد للعجز أن يمول. بكده تنتهي المحاضرة الخامسة والخاصة بالموازنة العامة للدولة، وهنكمل إن شاء الله المحاضرة السادسة برضو في حديثنا عن الموازنة العامة للدولة، ولكن ندخل بقى على الموازنة العامة المصرية بأرقام فعلية. كده خلصنا المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.